وبفكرة ضيف مميز على الهواء، عنا شخصية كتير أكتف كتير ناشطة وعطت تاتش كبيرة بالمجتمع، رئيس جمعية بربارة نصار أستاذ هاني نصار. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. معنا بالتي في بنيو فيجن، نحن بشرفنا نستقبل شخصيات مثلك وبالأخص جمعية لدعم السرطان، هيدا المرض كتير الفتاك اللي أنتوا عم بتواجهوه وبتحدي كبير مع الأشخاص اللي عم بيجوكم بهدول الحالات وعم بتساعدون. شو سبب تسمى هذا الاسم بربارة نصار؟ يعني صحيح، بربارة هي زوجتي، مثل كل عائلة لبنانية للأسف ما بقى في عائلة خالية من السرطان. دخل المرض على بيتنا سنة 2009، انكسرت الخرزة الثانية برقبة بربارة، رحنا على المستشفى، من صورة لصورة اكتشفنا انه عندها سرطان ثدي طالع من صدرها، ضرب لها العظم وحطونا بجو انه نحن اكيد بالمرحلة الأخيرة من المرض، وإذا الله بيحبنا بنعيش سنة. هلا يعني انتم عرفتوه متأخر؟ صح. نعم. بهالوقت بتكون قدام خيارين، الخيار الأول هو انه تسكعي وتخافي وتضلك عم بتخافي وعيشي ناطرة الموت، والخيار الثاني هو انك تجي تقولي انه قد ما ربنا عطينا عمر بهالدنيا خلينا نعيشه ونعيشه بملئه. سبحان الله. ودائما كلمة مثل ما الله بريد كانت على لسان بربارة، ف اكيد عملنا طبيا الاشياء اللازمه، ثبتوا لها الجمجمه بالخرزه الثالثه والرابعه، براغي وبلاتين، صار تبرم بهذه الطريقه، ما بقى عندها رقبه. عملنا تقريبا 120 جلسه علاج اشعه لعظمها لحتى تقدر تتنفس ونشيل الاوجاع. كان عم بيضغط على النفس. علاجات كيميائيه قد ما بدك. بعد سنه يعني مفترض انه خلص الوقت، كانت البدايه. شو صار؟ اخذنا قرار بربارة وانا واولادنا ليوني وليونار، كان عمرهم 9 سنين و10 سنين، نعمل رحله العلم اللبناني. خيطنا علم لبنان مساحته رمز لمساحه الوطن 10452 ديسي متر مربع. شو حلو. عمليا ارتفاعه 8 متر ونص، عرضه 12 متر ونص، واشترينا كرفان قطره ومقطوره، وبرمنا 1655 ضيعه بلبنان تنتخب مختار. 80 يوم ما رجعنا فيهم على البيت، كان مشروع تحدي، تحدي للخوف. بس كانت الله يرحمها مريضة، يعني كيف عم تقدر تتحدى حالها؟ قد ايه النفسية الحلوة اللي كانت فيها متحدية كل هالوجع؟ عندها وجع أكيد يعني. طبيعي. هلا هي حتى بفترة علاجها نقلت سكننا حد المستشفى عند أهلي لحتى تنزل مشي على المستشفى، ممنوع تطلع بالسيارة. التحدي الأساسي هي إنها ضاين 800 ساعة سويقة، كنا نعمل 10 ل 12 ساعة سويقة كل يوم بالكرفان على 80 يوم. عملت 800 ساعة سويقة بربارة، وكانت شهادة انه الايمان بالله وارادة الحياة اقوى من الخوف من المرض. يعني طبيعي كلنا بنمرض، كلنا بنخاف، كيف تا اذا كان عندها قوة حلوة. صحيح. ودائما الابتسامة العريضة على وجهها. هلا بهديك الفترة كمان جمعنا توقيع مخاتير الضيعة كلها على علم لبناني وقدمناه لرئيس الجمهورية، رمز وحدة الشعب اللبناني. كانت فترة أي سنة؟ 2011. أي كان رئيس؟ تسلم. ميشيل سليمان. ميشيل سليمان. وبعدين أخذنا شعار سافر بلبنان حتى حطيناه على الكرفان، وعملنا صفحة على الفيسبوك اسمها رحلة العلم اللبناني، حطينا عليها 13,000 صورة كل ضيعة لبنان. حضرتك من أي ضيعة؟ أنا من بيروت. صادفت مش من ضيعة، ما أغلب أغلب سكان لبنان من ضيعة وناسحين، أنا صادفت من بيروت. صحيح. بس بيروت أكيد حطيته بيروت طبيعة الحال، بس بيروت في هي عدة دوائر انتخابية زرناها كلها سوا، عرفتي؟ يعني أوكي. مقصمة ما بتذكر، يمكن 12 بس ما بتذكر مزبوط، برمناها كلها حتى بيروت، يعني شوارعها كلها برمناهم. نحن كان ينعمل استقبال رسمي للعلم بالبلدية، مركز القضاء أو بمعلم أثري أو بمثل بعلبك، قلعة بعلبك ببيروت، كان على ساحة الشهداء بدعم محافظ والقائم مقام مخاتير القضاء، بيتجمعوا بيمضوا على العلم، نرجع نحن نفوت على كل ضيعة بضيعتها، بيرتفع العلم مرة واحدة بكل قضاء. هلا بس خلصنا مع اساس انه خلصت رسالتنا، وكان اكيد الاعلام واكب هالرحلة كلها سوا، ومرضى يتواصلوا مع بربارة بيقولوا لها بنشكرك على القوة اللي عم تعطينا اياها بالطريقة اللي انت عم تعيشي فيها، الطريقة الايجابية اللي عم تستقبل المرض وهيدا وعم تشتغل بهالطريقة. ودائما كان يبقى لنا كلمة، كان انا او هي بكل استقبال للعلم بكل قضاء،
تشجيع لكل مريض بيكون اقوى من خوفه من مرضه. بالنتيجه انت مش عم تحكي، يعني اللي عم يحكي منه شخص مش شخص عايش عادي المرض. عايش المرض الناس بتصدقه لانه هيدي حقيقه. مظبوط، حقيقه. فمشان هيك اثرت كثير وقتها بالناس اكيد. وبنفس الوقت عم بتكمل علاجها، يعني بربارة مش انه صحت وعملت هذا المشروع، هي وبمرضها مريضة هي وبعلاجها عملت هذا المشروع، عم تتحدى حالها. وحتى مرقنا كنا بصور فاتت على المستشفى حطت علاج وطلعت بالكرفان وكملت، ووقت صرنا بعكار كمان بالقبيات فاتت على المستشفى حطت علاج وكملت. قد ايه انسانه مؤمنه، شو هالروح اللي عندها الله يرحمها. يعني الحمد لله. هلا وقت اللي 16 اب سنة 2012 كنا صرنا بالثالث سنة، بيقولوا لنا الأطباء وضعوا بعضكم بربرة عندها جمعتين حتى تعيشون. ليه؟ لأنه صار الميتاستاز الانتشار المرض بالصحية، ونوع الكانسر تبعها جدا قاسي، أدينو كارسينوم بالصحية. يعني قال لي الحكيم هني جمعتين ماكسيموم، يعني وضعوا بعضكم. اللي صار انه كان احد التيفيات مقدم لنا سفره، عملوا حلقه كرمونا وقتها فيها وقدموا لنا سفره، ما كنا رحنا لانه صحيا ما فيها تتحمل، وكان صارت على الويلتشير على الكرسي المتحرك، ما بقى فيها تمشي. فبتاخذ قرار انه تتحدى حالها ونروح مع بعضنا كعائله هالسفره، وبتكون سفره الوداع عشان نفسيتها. ايه ما سبحان الله، بنقول لها اسمعي اشعي انه بركي صار شيء هونيك او شيء هيك، تقول لي الله بيدبر ما راح يصير شيء. فحملنا حالنا ورحنا، لبينا لها رغبتها، رحنا على بلغاريا جمعه ورجعنا، وكانت بتاخذ 240 ملي جرام مورفين بالنهار. بيوجع كثير اخر شيء كمان اكثر صح؟ هلا حسب، هو العظم هي بس دائما بقولوا بياخذوا مورفين، نحن ما عم نعرف تفاصيل بس انا بعرف هذا الشيء. اللي بيوصل بمرحله اخيره وبحسب متقدم كثير بياخذ اكيد، يعني اجمالا يعني ما حدا بياخذ. هي بتعطي طاقه كثير ايجابيه لعائلتها قبل ما تفل، يعني ما بتحسسكم بهذا، يعني عم تعيش كانها طبيعيه وهي عم تتحمل وجع. صحيح. شو هالانسان دوز المورفين اللي بتاخده، كميه المورفين كان كميه قليله من المرضى بيوصلوا لها، هي 240 ملي جرام على فتره هي سنه وتسعة اشهر، يلي نادرا ما حدا بياخذ مورفين هالقد. كان عيد زواجنا وقت قالوا لنا جمعتين ب 2012، عيد زواجنا 2013 كان بربرة على القرن السوداء بتبعت له تحيه للحكيم من فوق بتقول له بعدني طيب القمر بيضربنا وليك انا وين. فبهالروحيه نحن تحدينا المرض والخوف من المرض، بالنتيجه كلنا رح نمرض ورح نموت بمرض او بلا مرض، بس نحن اخذنا قرار انه نروح من هالدنيا تركين بصمه ورانا. بهالفتره اكتشفنا انه في عنا كثير اصحاب عم بتوفوا لانه عم بيوقفوا العلاج تبعهم لان كلفه العلاجات غاليه. فتشنا دبشنا وين في جمعيات بتدعم، كل الجمعيات بلبنان اجمالا للاطفال، ما في جمعيه بتدعم مرضى السرطان على صعيد لبنان. السعيد يكون كبير بالعمر. 18 لا مش كبير بالعمر، 18 سنه. خلص. ما فوق. يعني بطل طفل. فبتاخذ قرار انه قبل ما هي تتوفى تنعمل جمعيه لدعم المرضى من بعدها الكبار ليكملوا علاجهم بكرامه. باليوم العالمي لمرضى السرطان ب 4 شباط 2014، باليوم العالمي لمرضى السرطان بتقول له للوزير مروان شربل بتمنى عليك تحقق لي حلمي تمضي العلم وخبر، كان وزير الداخليه، قبل ما انا غادر هالدنيا. ثاني نهار بتلفن الوزير بيمضي العلم وخبر، بعد كم يوم بتسجل فيديو ينحط وقت دفنا بتقول للناس ما تخافوا من يلي بيقتل الجسد، خافوا من يلي بيقتل الروح. واتكلت راحت ب 27 شباط 2014. وهيك ولدت الجمعية. نحن أكيد رجعنا غيرنا اسم الجمعية، بالأول ما كان اسمها بربرة الأنصار، بس هي قالت جمعية بس ما قالت اسمها، يعني ما قالت. هو الاسم أخذنا عن المخابرة بعد ما توفت تجمع لا قبل ما توفت تجمع مرضى السرطان وأهلهم بلبنان، بس ما حدا بيعمل جمعية اسمه. أكيد أكيد. نحن رجعنا غيرنا الاسم وسميناها جمعية بربرة الأنصار، يعني تخليدا لها وللإنجاز اللي هي الإنجازات اللي عملتها. وانطلقنا بال 2015 لحتى ندعم كل مريض يكمل علاجه بكرامه. والتحدي لكم اكبر واكبر، يعني عايشين مع مريض ويعني عايشين كل تفاصيله، يعني فهمانين اي انسان بيجي بدكم تدعموه عنده المرض، فهمانين كل التفاصيل تاعيته. صح. طب انتم بتستقطبوا المرضى بتدعموهم، بيجوا لعندكم على الجمعيه كرمال شو؟ كرمال تعالجوهم، تدعموهم ماديا، تشوفوا حالتهم، شو هي الجمعيه مختصه يعني باي كادر يعني اكثر شيء حتى يفهم المشكله؟ جمعيه بربرة نصار مثل ما استقبلنا المرض باول نتيجه بالمستشفى
بتستقبل المريض من اول ما يقولوا له معك سرطان، اول تليفون بيقدر يعمله لجمعية بربر نصار، دخيلكم طلع معي سرطان شو فيي اعمل. توجيه يعني المرضى يعني بيعرف معه مرض سرطان دغري بده يحكي صحيح. معه. توجيه المرضى هو الاساس بالنسبه لنا. ليه؟ لانه او العائله حتى، لانه اول ما يدخل المرض نحن مش سامعين فيه من قبل، ما في بعائلتنا، ما بنعرف طبيب سرطان، شو بدنا نعمل، كيف بدنا نتصرف، شو الفحوصات مفترض تنعمل. سو توجيه الجمعيه هون هو اساسي. اكيد دغري بنحطهم على تواصل وين حسب هن شو الجهه الضامنه تبعهم، وين ساكنين بلبنان، مع طبيب قريب لهم بيتواصلوا معه. كمان بتحددوا لهم طبيب؟ حلو. مش بنحددهم، بتساعدوهم، بننصحهم. بننصحهم يعني نعطيهم نصائح بشان يعني الشخص يعني. عايش مثلا باقصى عكار مثلا، مش رح تيجي تقولي له تعال تعالج ببيروت. بتشوف الاطباء يلي هن موجودين بمنطقه طرابلس وضواحيها، بتوجهي عند حدا منهم مثلا، وين في مستشفيات بنقول لهم مثلا. اذا مثلا انا ساكن بقلب بيروت بتعالج على نفقه وزاره الصحه، كل المستشفيات يلي حولي صعبة تلاقي عليها فيها سرير على نفقة وزارة الصحة، بتوجهي هون على مستشفى بيقدروا يفوتوا عليها بشكل سهل. مين الأطباء اللي بيحكموا بهالمستشفى؟ بتقلي لهم يعني، وبتساعديهم لحتى ياخذوا القرار المناسب يعني، كمان حسب نوع مرضهم. يمكن في أطباء هن أطباء دم مش أطباء أورام أو بيركزوا. هنذكر هيدا الشيء يعني انواع الكونسير، لانه لا. في دم وفي عظم، بس نشوف هذا البارت انه بيحكوا معكم اول ما يعرفوا انه معهم سرطان بنوجههم. بعدين في عندك بلبنان ما فيك الا ما تعتلي هم موضوع كلفه العلاجات، يعني اليوم المشكلة. انا معي سرطان، هلا بالازمه اللي نحن فيها ادويه السرطان مقطوعه، فبطبيعه الحال انه الاهل يكونوا عتلانين هم هذا الموضوع والمريض. عانيتوا انتم هالفتره كثير. صحيح. نجي منقله للمريض مثلا انه نحن فينا نقدم الدواء، اذا الدواء انت ما لقيته بوزاره الصحه بتتواصل معنا، اذا هو موجود عندنا نحن بنقدمه مجانا. ليه؟ لانه نحن بناخذ الدواء من مريض بطل بحاجه له، نعطيه لمريض بحاجه له. ف لو الدواء حقه 20 مليون ليره اوقات و30 مليون ليره، صح، إن كان اسعار حبوب. مزبوط مزبوط. ان كان حبوب بياخذها المريض بالبيت او علاج بقلب المستشفى ممكن ينوجد عندنا ونحن بنقدمه. انا عندي بنت عمي انصابت بكونسير وكان الدواء حقه شي 3000 دولار. هلا 3000 دولار على 1005 يعني مش هلا الدولار هلا بس. ايه بس بالنسبه كانوا 4 مليون ونص مليون ماشي، كان بالنسبه لها انه رقم مش إيه. اذا كل شهر يعني بس المصيبه هلا انه اذا هلا الدواء مثلا مرقنا نحن بثلاث اربع اشهر الدواء مش موجود بلبنان، بعرف اذا بدها تشتريه من برا بدها تشتريه على الفريش دولار 3000 فريش. هيدي صح، هيدي المشكله قد ايه الرقم غالي. مظبوط يعني معك، بتصير عم تدفع تصديقا على كلامك 60 مليون ليره. هيدي تصديقا على كلامك انه كان تجيبه من امريكا، اختها من امريكا جو، هي توفت يعني توفت عمرها 45 سنه. يعني كونسير كثير. وكيف مدامتك الله يرحمها يعني مثل قديسه يعني عم تعطي بنتها عندها منحه واكيد بتخصص بالجامعه الامريكيه وهيك وبدها تسافر، قالت لها سافر، قالت لها ماما ممكن تتوفى وهي فتره حدا توفى. ففعلا سافرت البنت وكملت منحتها والام توفت يعني بهالاثناء. يعني هيدي الام عطاء الام كيف روحها وهيك نفس الشيء كمان انه ايه هي المعاناة النفسية وبالبيت وكيف ما بتحسسها ما بتحسسها. وتخصصت بالجامعة كمان اختصاص سرطان بالجامعة الامريكية طب اصلا ما بعرف الديتيلز بس كمان مرض السرطان يعني مش. فموضوع الدعم المعنوي طالما جبتي هذا الموضوع انه الاهل اوقات حتى الزوج والزوجة حتى الاخت واختها حتى الام وبنتها وبيها منضيع كيف شو بدي اقول له شو بدي كيف بخبره ما بخبره لازم يعرف ما لازم يعرف كل هالتفاصيل. نحن قادرين نقدر نكون فيها حد المريض لحتى نكون حد العائله لتقدر تتخطى مرحله الشوك بالاول ونكمل معهم. وهلا خلقنا سبورت جروبس، كل مريض هو ببيته بيقدر يحضر معنا حسب نوع مرضه اجتماعات شهريه او اكثر. هيدا قسم التوعيه بقسم الدعم. الدعم موضوع يعني اذا انا تنقول عندي سرطان الثدي وهلا اكتشفت سرطان الثدي، انا كثير بحاجه اتعاطى مع الصبايا عندها سرطان الثدي. سرطان هني بعد عندنا شي دقيقه بدنا نطلع بريك بنكمل حتى ما نقطش حديثك. اوكي صح. نقول سريع اوكي. انا بحاجه اتعاطى مع صبايا عندها سرطان الثدي لحتى
اتعلم منهم واتثقف منهم واتسترا. سو هذا الموضوع فينا نرجع نحكي عنه بعد شوي بشكل عام اكيد بالتفصيل. انما كجمعيه بربرا نصار المهم هي حد المريض على كل الاصعده تبعه الماديه والنفسيه من ازاد يعني كل المراحل بكل مرضه. صح استاذ هاني، بدنا هلا ناخذ بريك، وبدي اقول لاعزائي المشاهدين نحن بلبنان اكيد التوعيه موجوده عبر التواصل الاجتماعي، دائما متواصل يعني بشوف كل شيء بالنسبه لمرض السرطان، بس بالنسبه للدعم المادي والمعنوي والشامل بالنسبه لجمعيتكم هيدا كثير مفقود بلبنان، والناس بحاجه مثل ما قلنا هلا الارقام خياليه صارت السعر. وثانكيو على عطائكم، واكيد بنكمل بعد البريك.